انت شو بدك تطلب كيفك؟ اوكي قبلت انا ما اريد اروح. شو تجاوبين؟ هواي ناس ما يعرفون تارا الفارس، هواي ناس يقولون تارا ليش مشهورة وتارا شلون وصلت لهذه المرحلة بحياتها. راح احكي لكم قصة صغيرة كلش. أنا تارا فارس، إذا كان أكو أحد ما يعرفني، فاليوم أنا راح أعرفكم على نفسي وعلى حياتي أكثر. نية بعمر 16 سنة تعرضت للزواج من قبل أهلها، زواج كان زواج تقليدي من قبل الأهل. عانيت من زوج قاسي، من عنف أسري. بيوم من الأيام أهلي شافوه وهو يمد إيده علي، أخذوني. بعد ما أخذوني عدهم بالبيت بعدها كالتالي، إنه أنا طلعت حامل عشان دا يصير عندي بيبي. ومثل ما كل بنية تحلم بزوج حنون، تحلم بأسرة، تحلم ببيت تحس بيه بالأمان. بعد ما طلعت حامل سن يعني 9 أشهر بالضبط، هو ما سأل علي بعد ما أجى الطفل، وأنا حسيت بالأمومة وحسيت أنه صار عندي بيبي من صدق. رجع دخل مرة ثانية لحياتي، دز ناس مسلحين، دز جماعة بس حتى يأخذوه من عندي بالقوة. بعد ما أخذوه والهذا كل اللي صار بحياتي، أنا قررت بيوم وليلة أنه خلص أطلع من حياة الناس اللي أعرفهم كلهم، وسافرت على تركيا برضات أهلي طبعاً، لأنه أهلي كانوا بعد ما يقدرون يقولون شيء بعد اللي سووه. المهم بديت أنزل فيديوهات على الفيسبوك، ما كنت أعرف أنه هذه الفيديوهات راح تنشهر بهالصورة هاي. كنت أشوف تعليقات ردود من الناس، حب كره، صارت عندي ردة فعل كلش قوية، أنه أنا صرت اختار الاشياء اللي اني اختارها، البس اللبس اللي اني اشوفه صحيح مو اللي ناس تشوفه صحيح، لانه هذا الشيء راجع لي، لانه هذا اختياري، لانه هذه حياتي اني، ما حد يقدر يقرر عني اني شنو البس، ما حد يقدر يقرر عني شنو اسوي، شنو اكل، شنو اشرب، وين اروح، وين اجي، وين اسافر. حتى لو اختيارات كان بها اخطاء فهذه اخطائي اني، احنا نعيش على مود نخطا ونتعلم. الجانب اللي الناس يشوفوه بتارا فارس عباره عن بنيه تنزل سنابات بس، اللي ما يعرفوه هو انه اني دا احاول انه اسوي بزنس خاص بي. انا يعني بنيه عندي طموح، عندي اهداف، عندي احلام بخيالي وببالي اني اريد اوصلها، اني اريد احققها بحياتي، وانا دا احاول انه احسن من نفسي واطور من قدراتي واطور من نفسي وذاتي. الناس اللي دا يشوفوني بسناب شات وانستغرام، انتم ما شايفين شيء عن حياتي وعن نفسي اصلا، انتم شايفين بنسبه 10% عن تارا فارس. هلا شلونكم؟ هل بدك تحبوني؟ واتمنى انه تتابعون 90% الباقي من حياه تارا فارس. اوه حبيبي شكرا. نحكي عليكي.